يا فرحة بالخاتمين تحوطهم عناية الرحمن بالبركات، نسماتهم أحلى من العقبات، وصوتهم يرقى إلى السماوات. طوبى لهم حازوا المراتب كلها وتزودوا من خالص الدعوات. أنعم به من منزل يسمو بهم يعلو بهم في الجمع والخلوات. نسماتهم أحلى من العقبات، وصوتهم يرقى إلى السماوات. يا حافظا اعمل ليوم تسعد تنجو فيه من شدة السكرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا فرحة بالخاتمين تحوطهم عناية الرحمن بالبركات، نسماتهم أحلى من العقبات، وصوتهم يرقى إلى السماوات. طوبى لهم حازوا المراتب كلها وتزودوا من خالص الدعوات. أنعم به من منزل يسمو بهم يعلو بهم في الجمع والخلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمير زاهد، أقطن بمدينة سلا، عمري 14 سنة، وأدرس بالمستوى جدا مشترك علمي. الحمد لله بديت كان نحفظ القرآن الكريم يعني من السن الخامسة، يعني حيث أخذني الوالد ديالي حفظه الله إلى مسجد السنة، يعني داني المسجد السنة، وبديت كنحفظ مع يعني طلبة الصغار، كنحفظ معهم القرآن الكريم وكنتلقن. وبعد ذلك مع الوقت أدخل إلى الفئات الكبرى حيث أحفظ القرآن الكريم، وهذا كان جوا جيدا في مسجد السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فبفضل الله سبحانه وتعالى ختم الطالب عمير زاهد كتاب الله عز وجل، وذلك بكتاب مسجد السنة، فهنيئا له ثم هنيئا له بهذا الشرف والفضل العظيم، وهنيئا لوالديه به. وذي إشارة فقط في عجالة،
فإن كتاب مسجد السنة هذا الذي ختم فيه الطالب هو ولله الحمد كتاب قديم معروف مشهود له بالخير والفضل والعطاء، كتاب خدم كتاب الله عز وجل خدمة جليلة عظيمة، حفظ فيه القرآن الكريم عدد كبير من الطلبة والطالبات، وهم ولله الحمد تخرجوا منه وتفرقوا في الأمصار، منهم أئمة ومنهم خطباء ومنهم مؤذنون ومنهم غير ذلك. وهكذا بفضل الله بديش كان حفظ القرآن الكريم يعني بطريقة الطريقة التقليدية وهي اللوح، يعني نصف ثمون ثم ثمون ثم ربع، حتى ختمت كتاب الله تعالى. استغرقت في الختمة الأولى 6 سنوات، حيث هاد 6 سنوات كان معظم يعني 30 حزبا حفظتها قبل يعني فترة الحجر الصحي، استغللتها في حفظ كتاب الله تعالى، حيث كنت كنعرض على الفقيه جزاه الله خيرا، كنت كنعرض عليه يعني ثمون أو ربع يعني عن بعد، وبقيت لي 5 أحزاب يعني بعد فترة الحجر الصحي، يعني أتممتها في المسجد بحمد الله تعالى، وهكذا أتممت الختمة الأولى. واليوم ولله الحمد يحظى بشرف الختم والفضل ابن شيخنا الفاضل عمير زاهد، فأنا أهنئه وأبارك له هذا الختم. والطالب عمير ولله الحمد كما عهدناه هو طالب مجد ومجتهد ومواظب، وهو أيضا خلوق ومؤدب، فبارك الله فيه ونفعه ورفعه بالقرآن العظيم وجعله شفيعا له ولوالديه، آمين. استطعت باش نوافق بين الدراسة ويعني القرآن، يعني طريقة كنا نفعلها في مسجد السنة، كانت كدير الإدارة ديال مسجد السنة جزاهم الله خيرا، يعني كنعطيوهم استعمال الزمن، وهما كيعطيونا يعني الأوقات اللي يمكن لك تجي فيها للمسجد، يعني والعطل ويوم السبت والأحد، وهكذا استطعت أن أوافق بين الدراسة والقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي فاطمة الزهراء زاهد، أسكن في مدينة سلا، أدرس في السنة الثانية بكالوريا وعمري 17 سنة. بدأت حفظ القرآن الكريم في سن 8 واستغرقت فيه مدة 8 سنوات وختمته هذا العام بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطالب عمير زاهد يعتبر من الطلبة الذين استغلوا أوقاتهم في حفظ القرآن الكريم وتجويده، فنهنئه مرة أخرى هو وأخته فاطمة الزهراء على ختمهما لكتاب الله تعالى الختمة الأولى. علمني القرآن يعني باش نبعد من الأخلاق السيئة وأن أتبع الأخلاق الجيدة التي هي موجودة في القرآن، مثلا بر الوالدين، المعاملة مع الجيران، الدراسة الجيدة وغيرها من الأخلاق الحسنة. فمسألة التوفيق ما بين المدرسة وحفظ القرآن كانت هي مسألة وقت ووضع برنامج. فمثلا أنا يعني فاش كنت كنحفظ القرآن يعني كنمشي للمدرسة والوقت اللي تيكون عندي فارغ كنخليه مخصص باش نحفظ فيه القرآن الكريم. من العوائق التي كانت أمامي في حفظ كتاب الله اللعب، ولا يخفى عليكم أن هذا العائق لا يستطيع الإنسان أن يجمع بينه وبين القرآن، ولكن يعني مع الوقت ويعني برنامج يستطيع الإنسان أن يحفظ كتاب الله. فالقرآن الكريم يعني كان له فضل إيجابي بحكم أنه علمني بزاف ديال القيم، منها بر الوالدين، الإحسان إلى الغير، وكذلك علمني التفوق في الدراسة ديالي وبفضل الله عز وجل. الرسالة ديالي للشباب أنهم يحفظوا القرآن الكريم، لأن القرآن روح الحياة يعني ومفتاح جميع الأبواب، ولهذا يجب أن نعطيه أهمية كبيرة في حياتنا اليومية. وبهذه المناسبة فأنا أنصح كل الفتيات أمثالي بملازمة القرآن في حياتهم الدينية والدنيوية وعدم تضييع الوقت في أمور الدنيا فقط. وأريد فقط إجابة من يقولون أن القرآن يعرقل مسار دراسة الطالب،
بالعكس فهذه الفكرة خاطئة، فهو يساعده في دراسته وليس فقط دراسته، بل أنه يوم القيامة يصير ربيع قلبه. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة، اللهم آمين. فالكتاب القرآني له دور كبير في تنمية شخصية الطالب من الجانب الوجداني ومن الجانب السلوكي ومن الجانب المعرفي المهاري. ولذلك فكتاب مسجد السنة يعني يفتح أبوابه من بعد صلاة الفجر مباشرة إلى صلاة المغرب، حتى يستغل الطالب أوقات فراغه فيأتي فيحفظ ما كتب الله له تعالى من الحفظ ومن تعلم قواعد التجويد. فلذلك ينبغي على الآباء وعلى الأمهات أن يحرصوا على توجيه أبنائهم إلى حفظ كتاب الله تعالى وإلى تجويده، حتى يكون الطالب ذا شخصية متوازنة في علاقته مع ربه وعلاقته مع نفسه وكذلك علاقته مع الناس من حوله. فالقرآن الكريم هو منبع الخير، هو منبع العطاء، هو الذي يستمد منه الطالب أخلاقه وسلوكه. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الطالب عمير زهيد وفي أخته فاطمة الزهراء، وأن نسأل الله تعالى أن يرزقهما دراسة هذا القرآن الكريم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العائلة ديالي كان لهم بعد الله فضل كبير، الوالدة ديالي كان لها تحفيز كبير، والوالد أيضا والفقيه، أينما ذهبت فين ما مشيت كنلقى جو قرآني وتحفيز من ناحية العائلة الصغيرة أو الكبيرة. وهكذا بحمد الله حفظت كتاب الله تعالى. أشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم علي بها، وهي حفظ كتابه عز وجل والانضمام إلى كوكبة الخاتمين والخاتمات. والفضل أيضا يعود لوالدي اللذان ساعدانني على المواظبة على حفظ كتاب الله. ثم أشكر جزيل الشكر أستاذاتي، أستاذة سعاد، أستاذة خديجة، أستاذة مهدية، وأستاذة حسنية، واللائحة طويلة، نظرا لمساندتهن وتحفيزهن لي لحفظ القرآن. أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من علمني حرفا من كتاب الله تعالى، وأخص بالذكر إدارة مسجد السنة والفقهاء، إدارة السكام الدودي حفظه الله والسخال الزاهد كذلك، والفقهاء السي سامير عبد المؤمن والسي دريس العناية والسي محمد الحاضري والسي الحسين أعراب، بارك الله فيهم جميعا وجزاهم عني كل خير. السلام عليكم. أنا كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي بفضله ختم خويا عمير زاهد وفاطمة الزهراء، وكنتمنى أني إن شاء الله نختم القرآن الكريم، وكنشكروا الفقهاء والوالدين ديالنا اللي حرصوا علينا وكيشجعونا الحمد لله. أنا فرحانة بزاف وما قدانيش الفرحة، حيث فاطمة الزهراء أختي ختمات، هي والأخ ديالي عمير ختموا، أنا فرحانة بزاف بزاف، وكنت منا حتى أنا يلا باش يجعلني حتى أنا من الخاتمات وحامين كتاب الله. وشكرا بزاف للقناة الأنس الفضائية اللي شرفت البيت ديالنا، وشكرا بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فرحانة بزاف حيت أختي فاطمة الزهراء وخويا عمير حيت هما ختموا القرآن الكريم، وتا انا بغيت نكون بحالهم ان شاء الله. وكنشكر قناة الأنس الفضائية اللي جات عندنا وشرفت لنا البيت ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، اشعر بسعادة غامرة وفرح عظيم في هذا اليوم، وحق لنا ان نفرح بختم كتاب الله، وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال سيدنا عمر: فضل الله في هذه الآية هو كتاب الله، أي افرحوا بكتاب الله. فنحن نفرح والحمد لله بختم ولدينا عمير وفاطمة الزهراء لكتاب الله تعالى في هذه السنة. وأشكر الله تعالى أولا، ثم أتوجه بالشكر للأسرة الكريمة، للوالدتين اللتين حرصتا على تربية هؤلاء الأبناء وتنميتهما على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أتقدم بالشكر لأساتذة مسجد السنة، سواء ما يتعلق بكتاب الذكور أو كتاب الإناث، على حرصهم على هذين الولدين، وكذلك على جميع أبناء هذا الكتاب الذين والحمد لله لا زالوا يشقون طريقهم
في هذا الكتاب الذي يقارب 30 سنة من العطاء، وكل سنة يختم فيه أفواج من الحفاظ. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأن يجعلنا جميعا وإياكم والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا للحرص على أبنائنا لكي يجمعوا ما بين الدراسة النظامية وبين حفظ كتاب الله. وأنا شخصيا لاحظت أن القرآن الكريم يزيد الطالب قوة في دراسته وفي عمله وفي مستقبله، سواء فاطمة الزهراء، سواء عمير، وسواء إخوانهما اللذين يكبرانهما، وكذلك يعني في أطفال وأبناء عدد من الأصدقاء. القرآن يزيد الطالب قوة ومتانة ويزيده منعة. فلذلك أدعو جميع الآباء إلى أن لا يحرموا أبناءهم من حفظ كتاب الله، والتوفيق من الله. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم لقاء ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فرحة بالخاتمين تحوطهم عناية الرحمن بالبركات، نسماتهم أحلى من العقبات، وصوتهم يرقى إلى السماوات. طوبى لهم حازوا المراتب كلها، وتزودوا من خالص الدعوات. أنعم به من منزل يسمو بهم، يعلو بهم في الجمع والخلوات. نسماتهم أحلى من العقبات، وصوتهم يرقى إلى السماوات. يا حافظاً اعمل ليوم تسعد، تنجو فيه من شدة السكرات.